فاطمة حسين. فاطمة حسين موجودة، تنقله من خلال with the bite of insect كونها قلت piercing sucking mouth part. بنفس الوقت راح تاخذ هي with the blood meal راح تاخذ وجبة دم، فهاي وجبة الدم تكون حاوية على الاماستيغوت، يتطور بداخل الانسكت للبروماستيغوت. فهاي طريقة الترانسميشن أو حفاظ الباراسايت على نفسه داخل الفيرتبريت هوست أو الانفيرتبريت هوست. فخلال تواجد الباراسايت هنا سواء بالفيرتبريت هوست أو بالانفيرتبريت هوست راح يسبب له مشاكل صحية، وعبرت عنها وانطيت عنها الديزيز ووصفتها بكل وحدة، ورجعت قلت التايب اوف سامبل حسب اللوكيشن مالت الباراسايت او المكان اللي يستقر به، قلت سكن سكرابنج الليشمانيا اتروبيكا او بغداد بويل، بون مارو اسبايريشن بحاله الكلى ازار او الليشمانيا دونوفاني اللي هو نفسي البزر الليشمانياسيس، وذكرت قلت من الميوكوكيوتينوس الليشمانياسيس اخذ تشو بايوبسي او سكن سنايب اعمق من تكون من السكن سكرابنج. أثر سبيشيز انتقلت للتريبانوسوما، وذكرت التريبانوسوما عندها شقد؟ عندها تو جينوس، تريبانوسوما بروسي وتريبانوسوما كروزي. بروسي كانت بتو سبيشيز، تريبانوسوما بروسي جامبيانس، سوري سب سبيشيز، تريبانوسوما بروسي جامبيانس وتريبانوسوما بروسي روديسيانس. تريبانوسوما بروسي ذكرنا وقلنا causes of sleeping sickness، وميزنا بين النوع الأفريقي أو الـ west sleeping sickness عن الـ east sleeping sickness اللي هو نفسيته acute sleeping sickness أو rhodesian sleeping sickness. أرجع أكرر infective stage و diagnostic stage بالنسبة للتريبانوسوما بروسي بالنوعين كانت التريبوماستيغوت، ووصفنا هذا التريبوماستيغوت بالبلاد سامبل أو بالسي اس اف بحالة كرونيك سليبينج سكنس، قلنا يكون كارليوس سبندل شيب هو بالأساس، سنترال نيوكليوس كانيتوبلاست بوستيريور وانتيريور الفلاجيلم، ووجود غشاء متموج كامل. انذر جيناس من التريبانوسوما هو أو سبيشيز من التريبانوسوما هو تريبانوسوما كروزي، يسبب تريبانوسومياسيز الأمريكي اللي أسميه بشيغاس ديزيز. وهنا راح ألاحظ هذا السبيشيز، ألاحظ ظهور كل الاستيجات مالت الهيموفلاجيليت الأماستيغوت بروماستيغوت بالتريبانوسوما بروسي، وإن كان موجودات بس هن كونها تتم العملية بشكل سريع ما لاحظت وجودهن بالدم. نا هذا الباراسايت كونه راح يتكاثر بالأماستيغوت، لذلك راح ألاحظ الأماستيغوت موجود، البروماستيغوت طبعا بالهيومن بالفيرتبريت هوست، لذلك راح ألاحظ الأماستيغوت موجود، البروماستيغوت، الإبيماستيغوت موجود، والترايبوماستيغوت ايضا موجود، وراح نلاحظ الباراسايت يتكاثر بالاماستيغوت وبنفس الوقت ينتج الترايبوماستيغوت. نريد نعرف ليش هو جاي يتكاثر بالاماستيغوت وبنفس الوقت ينتج الترايبوماستيغوت، شنو الفائده او اللي يستفاد من عندها الباراسايت حتى يتكاثر بالاماستيغوت، هو يبقى على شكل اماستيغوت وبهاي الطريقه راح يشابه لي منو، راح يشابه لي الليشمانيا سبيشالي الكلى ازار. بس ظهوره او انتاجه للترايبوماستيغوت هنا راح شنو، راح يقلل الاوفرلابينج اللي يصير بين الشيغاس ديزيز وبين الكلى ازار من ناحيه الدايجنوستيك ستيج. تريبانوسوما كروزي مثل ما ألاحظ هذا الشكل، بحالة تريبانوسوما بروسي قلنا يكون كيرلي مجعد التريبوماستيغوت، بينما تريبوماستيغوت بحالة تريبانوسوما كروزي هالشكل يكون سي شيب هذا التريبوماستيغوت، مثل ما تلاحظون سنترال نيوكليوس تاينيتوبلاس بوستيريور وانتيريور الفلاجيلم، وجود غشاء متموج كامل.
فهذا الشكل سي شيب هو بالحقيقة سبندل شيب، بس ايش راح يكون؟ راح يكون منطوي بهذا الشكل. اغلب يعني الاستيجات اثناء وجودها او الترايبوماستيجوتات اثناء وجودها بالبلاد ستريم بين الار بي سي راح تكون بهالشكل سي شيب، حتى ما يسمين عندي بلاد سامبل للسليبنج سيكنس او التريبانوسوما بروسيش، كانت بهالشكل هذا المجعد الريجولار شيب، بينما شو تكون هنا؟ تكون سي شيب. يعني اذا تلاحظ هذا الشكل واحد او اثنين موجودات بالسلايد سوري او السمير، راح تلاحظ اكثر العدد سي شيب هالشكل، فاقول تريبانوسوما كروزي بهاي الطريقه اميزها عن البروسي. الانفرتبريت هوست، طبعا الانفرتبريت هوست ايضا الهيومن وبعض الريسيفر هوست من الانيمال راح تكون ايضا موجوده. بالنسبه للانفرتبريت هوست او الانسكت راح تكون بهالشكل، هاي الحشره اللي هي الريديوفيد باك، الكايسينج باك، الباق المقبل. ليش اسميه بالكايسينج باك؟ ليش؟ لان تارجت اللبس مالت الهوست، يستهدف الشفاه، خاصة أثناء من يكون بمرحلة نوم أو low activity أو مثلا الأطفال، فيستهدف اللبس هالشكل، لذلك سموه بالكايسينج باج اللي هو reduced باج الترايتوما انفستانس scientific name إلها. هاي شنو قابليتها الحشرة أو الانسكت؟ طبعا موجودة بأمريكا، لذلك موجود الديزيز هناك، بينما افريقيا قلنا التسيت سي فلاي الناقل الها. هنا الترايتوما انفستانس او الريديوفيد باج الكمان نيم الها، ساينتفك نيم الترايتوما انفستانس. هاي الحشره بها خاصيه مثل ما تتغذى او تسحب دم من الهوست، مباشرة يتم عندها ديفيكيشن أو عملية تبرز، لذلك هنا الباراسايت راح تاخذه من البروجات بمساعدة البروبوسز أو الخطم. وين راح يتكاثر؟ يتكاثر بالهند جات وتنطي بعد ما يتحول طبعا بالميد جات للإبيماستيجوت أو أي ستيج آخر. وين ينتقل؟ ينتقل للهند جات مالت الحشرة، وبالتالي تنطي ويا الفيسز، مو مثل البقية اللي قبلها الساند فلاي أو التسيت سي فلاي. إيش بيها؟ نتكاثر الباراسايت بالمدقات، وين كانت هجرته؟ باتجاه البروجات، بالتالي انطته ويا البروبوسز أثناء تغذيتها. بينما هنا ترايتوما انفستانس لا، ويا الفيسز مالت الحشرة راح يكون الفيسز ملوث. ما قلت ستول، شنو اكو فرق بين الفيسز والستول؟ ها طلاب شو تقولون؟ فيسز صح لو ستول؟ فهنا وي الفيسز مات الحشرة راح تنطي الانفكتيف ستيج. لايف سايكل ايضا كومبلكس، هي راح تحتاج الانفرتبريت هوست اللي هي ترايتوما انفستانس ك انفرتبريت هوست لل مالتبليكيشن، وايضا تحتاج الهيومن كفيرتبريت هوست حتى تتكاثر بيه بشكل اماستيجوت. بالبدايه الانسكت راح تنطي، بالبدايه راح تتغذى على وجبه الدم. من تتغذى على وجبه الدم؟ فعل البروبوسز او الخطم بيرسينج سكينج ماوس بارت، يصير عندها مباشره رد فعل. قلت هاي الحشره تتبرز على نفس المكان، من تبرز ايش راح تنطي؟ تنطي هذا الترايبوماستيجوت كانفكتيف ستيج في هذا المكان. شنو اللي دخله ساعده بالدخول؟ هي من تغذت ثقبت المكان، تلقائيا يصير سايكولوجيكال بيهيفير سلوك عند الهيومن رغبه بالحكة with the help of finger. فمن يحك المكان ايش راح يسوي؟ تلوث هذا الثقب، ثقبه الحشره بمن؟ بالفيسز. بنفس الوقت حتى لو مجرد أن اتغذت وثقبت المكان، أصبح هو المكان ملوث وسهل دخول الترايبوماستيجوت. فهاي الطريقة اللي هي انتقل with the insect feces، هذا الروت اوف ترانسميشن. دخل الترايبوماستيجوت كانفكتيف ستيج، شو راح يكون بالترايبوماستيجوت؟ يدخل كل النيوكليتد سيل،
ما عدا الار بي سي. وش يصير له بعد ما يدخل؟ يتحول للاماستيغوت، مينلي الوايت بي سي مثل الماكروفاج وغيرها، حتى يضمن انتقاله لمن خلال البلاد ستريم، يضمن انتقاله لبقية الأنسجة. فهنا مباشرة بعد ما تحقن الحشرة وانطت الترايبوماستيغوت وتجمعت الوايت بي سي في هذا المكان أو النيوكليتيد سيل من ضمنها الماكروفاج، ايش راح ياخذ؟ ياخذ بالانجولفيشن الترايبوماستيغوت ويتحول للاماستيغوت. هذا من تحول للاماستيغوت او تجمع الماكروفاج بهذا المكان، ايش سميته؟ راح اسميه بالشاغوما. هالشكل انفلاميشن وسويلنج، بس ايش بيه؟ نون ألسريتد مثل ما نلاحظه بالليشمانيا. الليشمانيا ايش راح يكون؟ مو ايضا انتفاخ تكون وكان كيوتينس الانفكشن، وهنا ايضا عندنا اماستيغوت. الليشمانيا راح تبقى بيرمننت بالسكن. هذا الانتفاخ اللي سميته المرحله الاولى او الشاغوما شبيه، هو راح يكون تمبورال، وقتي، يعني وقت معين الى ان يهاجر او ينسحب الماكروفاج والوايت بي سي الاخرى المحمله بالاماستيغوت للفيزرال لوكيشن او سايت من البودي مالت الهوست. بمن محمله؟ راح تدخل للخلايا، قلت، وتدخل للانسجه بهالشكل هذا بشكل اماستيغوت، ويتكاثر الباراسايت فقط بمن بالاماستيغوت بكل الأعضاء الموجودة، وأقول عنها visceral infection اللي هي راح تكون مشابهة لمن؟ مشابهة للكلى أزار. مو قلنا من راح يدخل بروماستيغوت يأخذ الماكروفاج ويتحول أماستيغوت ويتكاثر بالأماستيغوت؟ هنا الاختلاف وين راح يصير؟ من يصير رابتشر للماكروفاج أو أي نيوكليتيد سيل، طبعاً من يكتمل بها عدد الأماستيغوتات مو تتكاثر بالباينري ديفيجن، راح يزيد عددها، وهذا العدد من يزيد راح يسمح للخلية بالربتشر، تلقائياً راح يصير لها ربتشر. من يصير لها ربتشر هذا شي يكون للماكروفاج، سوري، الأماستيغوت. بالليشمانيا تاخذ ماكروفاجات جديدة ويتكاثر ويزيد العدد ومستمر إنتاج الأماستيغوت. هنا ايش راح يصير؟ من تنطي الماكروفاج هذا الأماستيغوت أو تحرر من التشو أو أثناء وجوده بالبلاد، ايش راح ينطي؟ بعضها راح تدخل خلايا أخرى وتتكاثر بالأماستيغوت، بعضها ايش راح ينطي؟ راح يتحول للبروماستيغوت، إبيماستيغوت، وفاينال ترايبوماستيغوت. فنلاحظ بالبلاد ستريم شبيه موجود ترايبوماستيغوت في هذا السي شيب حر بداخل الأنسجة، يعني intercellular extracellular، بس ينو intercellular بين الخلايا، يتحرك بمساعدة الفلاجيلم، وشكله ما يصير يكون intracellular وحجمه، وأيضا flexible ممكن يتحرك بحرية، وقلنا coated with variant surface glycoprotein حتى يحمي نفسه من الإميون سيستم. فحافظ الباراسايت بهذا شكله بالبلاد ستريم بالترايبوماستيغوت، وبداخل الأنسجة وبداخل الخلايا محافظ على نفسه بالأماستيغوت حتى يتكاثر. In condition كل ما يكون أكو إنتاج للأماستيغوت راح يمر بهاي المراحل، بعضها يلتهم من ماكروفيج حتى يكمل المالتيبليكيشن يستمر، وبعضها بروماستيغوت ما يصير مباشرة أماستيغوت ينطي ترايبوماستيغوت، لا، بروماستيغوت إبيماستيغوت وتالي ترايبوماستيغوت. In condition الباراسايت من ينطي ترايبوماستيغوت ما يتكاثر بالترايبوماستيغوت، بس هالشكل انطاه شكل وانتهى. زين، اذا هو الباراسايت يتكاثر بالاماستيغوت، اكو داعي ينطي الترايبوماستيغوت اذا ما يتكاثر به؟ شنو فائدته هنا للباراسايت؟ جاوبوني على هذا السؤال. طفيلي دخل بشكل ترايبوماستيغوت، صار له انجولفيشن، تكاثر بالأنسجة وبالدم بشكل أماستيغوت، بس جاي ينتج فري انترسيلولار ترايبوماستيغوت، ما يتكاثر به، يعني هذا ما راح يتضاعف، لا، مجرد
عشر اماستيغوتات يطن 10 ترايبوماستيغوت، يبقى ينتظر الاماستيغوت ايش قد عنده انتاج ينطي ترايبوماستيغوت، المهم محافظ على وجوده بالدم. شنو الفائده من عنده؟ دكتورة من خلاله يصير الانفكشن الترايبوماستيغوت. وين الانفكشن؟ الحشره راح لما تاخذ من البلاد يعني وجبه، هي راح تاخذ ترايبوماستيغوت يس ترجع مره جسمين ثانيه غدير عادي. جسمين يس غدير عادي ثانك يو ثانك يو. ناس لوك الطفيلي حتى يضمن الانسكت تاخذه يكمل دوره حياته، فتاخذه شنو؟ تاخذه على شكل ترايبوماستيغوت، فهنا انتاجه مجرد ويحضره يجهزه للمن، يجهز نفسه للانسكت للانفيرتبريت هوست، مثل ما ذكرت زميلتكم. هو هذا الجواب الصحيح. ليش؟ لان ماكو بي فايده، لا يتكاثر ولا راح يستفاد منه الطفيلي، هو متكاثر بالاماستيغوت، فحتى يضمن انتقاله وشرط هو تكاثره بالانفيرتبريت هوست بالترايبوماستيغوت، راح شي يصير يحضر او يجهز ترايبوماستيغوت للدم، وبالتالي بعد ما تتغذى الحشره راح تاخذ وجبه الدم شبيهة حاويه على الترايبوماستيغوت، يتكاثر طبعا راح يهاجر مباشره للمدقط هالشكل بالمنتصف، يتحول للابيماستيغوت، بعدها يتضاعف بالباينري ديفيجن وينتقل للهندقط للامعاء الخلفيه من الانسكت هنا شكل بهذا المكان، او ينطي ميتاسايكليك ترايبوماستيغوت اللي هو قلت اكتف من ناحيه الحركه او اكثر نشاط مقارنه بقيه الاستيجات. فاثناء تبرز الحشره من تجي تتغذى قلت ايضا بنفس الوقت يصير لها شنو؟ يصير لها عمليه ديفيكيشن، فيكون الباراسايت هنا بهاي الطريقه محافظ على نفسه. ترايبوماستيغوت بداخل الحشره قلت with the bite of insect راح تتغذى، بس with insect feces راح تنطي الترايبوماستيغوت، فتلقائيا هي ثاقبه هنا ثقب موجود، الفيسز راح يلوث المكان ينتقل، وايضا سايكولوجيكال افكت للهيومن ممكن اتشنج للمكان فيسمح ايضا بدخوله. بنفس الوقت اكو سلوك عند الهيومن سلك احيانا يصير with the help of finger حكه للايلتس، وايضا ممكن بالاكيوت اثناء وجود الباراسايت بالبلاد ستريم وفي فار موجوده يؤدي المن اثناء حركته للسويلنج اوف ايلتس ويعطيني رومان ساين بالايلتس. اذا should be make comparison between الوينتر بوتوم ساينز والرومان ساين بالتريبانوسوما كروزي، فهنا ترايبوماستيغوت راح يدخل، وقلت من ضمن الترايبوماستيغوت الاكتيفيتي صار له انجلفيشن وانطى اماستيغوت، وهذا الاماستيغوت راح هو اللي يتكاثر بحريه، فهنا راح تظهر لي ساين اللي هي سويلنج اوف ايلت سميتها رومان ساين. وقل should be differentiate between winter bottom sign and romance sign. بهالشكل نا feces of insect طرحت الترايبوماستيغوت with the help of finger، لاحظ هنا شلون دخول الترايبوماستيغوت انجولفيشن يتم فعل اي خلايا موجوده من ضمنها الماكروفيج، راح يتحول الاماستيغوت ويتكاثر بالاماستيغوت، ايضا المشموله بها الليمف نود بحيث راح الاحظ الليمفادينوباثي، بعد ما يزيد عدد الاماستيغوت بالخلايا راح يصير له رابتشر، وقلت ينطي ممكن يدخل ماكروفيج اخر ويحافظ او خليه نيوكليتد سيل اخرى يحافظ على نفسه كاماستيغوت لغرض تكاثره ويحافظ على نفسه بشكل دائم بالفيرتبريت هوست، وبنفس الوقت قلت اعداد من عتها هاي الاماستيغوتات اللي تكونت تنطي بروماستيغوت ابيماستيغوت وتالي ترايبوماستيغوت، هذا شكل سي شيب للبلاد ستريم، وقلت يبقى بدون ما يتكاثر يكون جاهز حتى تاخذ الحشره يكمل دوره حياه الحشره الباقيه بمن بال بالترايبوماستيغوت اللي هي تتم بالانفيرتبريت هوست. فقلت كلايف سايكل تتم بين الانفيرتبريت هوست وفيرتبريت هوست بهالشكل.
هيومن والترايتوما انفستانس او الريديوفيد باج الكايسينج باج از ات تنطي هالشكل الترايبوما سيجوت كانفكتيف ستيج بعدها قلت بداخل الخلايا راح يتكاثر بالاماستيجوت الاماستيجوت هو يكون مصدر للترايبوماستيجوت اذا انقت ترايبوماستيجوت واخذت ترايبوماستيجوت شنو الغرض من عنده ايش سوت بهاي الحاله دخلت حتى تتكاثر هذا الغرض الباراسايتيزم غرض من عدة تكاثر فالتكاثر هذا يحتاج لشنو بيئة مناسبة من حيث الإنزيم من حيث درجة الحرارة ومن حيث التغذية هاي كلها توفرت وين بالهوست سواء فيرتبريت وانفيرتبريت فهنا دخل ترايبوماستيجوت نفرض واحد دخل انطتك اياه الانسكت مو هنا للتوضيح واحد مثلا تنطيك 10 تنطيك 20 تنطيك 25 يعني effective dose هذا الواحد ممكن يتغلب عليه الاميون سيستم فهذا اقصد به effective dose راح تنطي الانسكت فلسبيل المثال دخل 10 دخل واحد دخل اثنين نجح بالترانسميشن راح ينطي اعداد ملايين من الاماستيجوت وبالتالي تاخذ ترايبوماستيجوت فانت صحيح جاي تقول دخل ترايبوماستيجوت واخذ ترايبوماستيجوت شنو اللي تغير اللي تغير انطت 10 او انطت واحد انتج تريليونات من هذا الباراسايت فهذا الغرض من التطفل تكاثر الطفيلي وتحقيق الباراسايتزم من خلال ايش مالتيبليكيشن نيوتريشن وبروتكشن اخذت الحشره وذ بلاد ميل قلنا يتكاثر يتحول للابيماستيجوت ويتكاثر بالميدجات يهاجر للهندجات ويتحول للترايبوماستيجوت وبالتالي تنطيك انفكتيف ستيج وذ انسكت فيست بهالشكل كلينيكال فيتشرز بعد ما يتم وينطينا بالبدايه سويلنج اوف بالسكن نتيجة كروف ماكروفيج أو نيوكليتيد سيل وذا ماستيجوت مولتبليكيشن ينطيني هذا الانفلاميشن أو السويلنج بالسكن اللي هو تمبورال مقارنة بال بغداد بويل إذا تريد تسوي ديفرنشيشن بالحالتين هو ماستيجوت فسميته بالشاغوما بعدها ايش راح يصير؟ قلت ينتقل هذا يغادر هذا المكان وينتقل باللمف نود وينتقل بالبلاد ستريم فش راح يصير نا يتكاثر مستمر بمن يتكاثر مستمر بالاماستيجوت ستيج وينطل للبلاد ستريم ينطي ترايبوماستيجوت وقلنا الميكانيزم بروماستيجوت يبوماستيجوت وتالي ترايبوماستيجوت يهيئه ويحضره للانسكت هالشكل فترافق هاي العمليه فيفر وذكرت بنفس الوقت ممكن psychological effect أو behavior مثل human itching للآيلس أو ممكن أثناء acute infection ممكن تتم أثناء هجرة الأماستيجوت ووجوده بالآيلس ينطيك الرومان ساين عند الآيلس هاي كلها بهاي الستيج أثناء وجود الباراسايت بالبلاد ستريم فقلت هذا الباراسايت محافظ على نفسه ايضا بالانسجه يتكاثر بالاماستيجوت فتقريبا يدخل كل الخلايا نلاحظ ايضا مايوكاردايتس موجود بالاضافه للليمفادينوباثي كالسيفيكيشن او انسفالايتس ايضا سبلينوميغالي هيباتوميغالي بون مارو ديبريجن ميجا كولون ميجا ايسوفيجاس وبالتالي ستارفيشن سوري وديد اند للبيشنت فهنا ايضا ايش راح نقول في نوع من الديتكشن إذا من ناحية الخطورة هسه منو ينطيني أخطرهن من التريبانوسوما تريبانوسوما كروزي لو تريبانوسوما بروسي إذا تنتبهون هنا مايوكاردايتس وعندنا ميجا كولون ميجا إيسوفيجاس ديد إند وشون أميز أرجع عن الكلى أزار مو هالشكل بكل هاي الأعضاء ومتكاثر بالاماستيجوت فهنا ارجع واقول وجود هنا ترايبوماستيجوت مفيد للحشره مثل ما ذكرت زميلتكم حتى ينتقل للحشره تاخذه عن طريق ترايبوماستيجوت
ايضا سهل لنا احنا ناخذ بلاد ستريم سوري بلاد سامبل واشخصه من خلال هذا كريزنتك شيب الترايبوماسيجوت واقول تريبانوسوما كروزي. ناس هل التشخيص ليش؟ لان من اخذ بون مارو اسبايريشن او اخذ تشو بايوبسي راح الاحظ او فقط بلاد سامبل بها اماستيجوت الاحظ اماستيجوت، بينما هنا سهل للتشخيص بلاد سامبل راح الاحظ ترايبوماستيجوت وانتهى الموضوع. هنا بهاي الطريقه اميزه عن من عن الكلى ازار او الليشمانيا دينوفاني كونها تتكاثر بالاماستيجوت. هنا لا الكروزي او شيغرز ديزيز راح يتكاثر بالاماستيجوت بس ينتج شنو يتحول اللي يتحول للترايبوماستيجوت. بهالشكل مثل ما ذكرنا انه فليكسبل يكون البادي مالت التريبانوسوما كروزي او الترايبوماستيجوت راح يكون ليش فليكسبل؟ ماكو طلاب اكسوستايل يطيح سبورتنج او يبقى منتصب الستيج، لا ماكو اكسوستايل فهذا يكون مرن ينطوي ويتحرك حسب حريه بالبلاستريم. بهالشكل نلاحظ هذا الغشاء المتموج انتيريور فلاجيلا بوستيريور هاي النقطة كاينيتوبلاست والنيوكليوس موجودة بالسنتر، هذه الكاينيتوبلاست ايضا بوستيريور الانتيريور اند تحددها الفلاجيلا مو الكاينيتوبلاست. الكاينيتوبلاست بالعادة هو يكون انتيريور بس كون هنا بالتيبيكال شيب الترايبوماستيجوت هذا الغشاء المتموج مالته أطول يأخذ معظم حجم الخلية لذلك يهاجر الكاينيتوبلاست يكون بوستريرلي بحيث يمد الغشاء المتموج بالطاقة وآخر شيء يمد الصوت بالطاقة. هذا الغرض من هجرته يكون بوستريرلي مقارنة ببقية الاستيجات يكون انتريرلي الكاينيتوبلاست. هذا دايجنوستيك ستيج للشيغرز ديزيز. هذا ما يخص الفلاجيليتا والساركودينا ايضا كملناها. اذر عندنا البلانتيديوم او سيلياتا مين اوف موفمنت سيليا، كم سبيشيز عندنا من هالسيلياتا؟ فقط انتستينال سبيشيز هو البلانتيديوم كله. اذا تذكرون البراميسيوم كونداتا هو هذا اخوه الشكل اللي تلاحظوه امامكم اخو بس او سوري نفس الكلاس اثنيناتهم بس البراميسيوم انا بحيث اقرب لكم الصوره جبت البراميسيوم. فالبراميسيوم يكون فري ليفنج ما يحتاج ادرسه ليش؟ لان مو باراسيتك ما راح يسبب له مشكله صحيه، بينما البلانتيديوم يكون باراسيتك. فهنا السيلياتا مين اوف موفمنت باي سيليا وقلنا شلون ميزها عن الفلاجيلم؟ منو يجاوبني؟ هير لايك. يس هير لايك او مايكرو فيلامنت. بعد شورت. يس شورت اقصر من الفلاجيلم. وبعد تكون هوايه اكثر من الفلاجيلات اللي يكون عددها محدد من 1 إلى 8. يس تكون اكثر عدد. هسه اذا تلاحظوها هالشكل هاي السيليا عددها أكثر وشورتر مثل ما ذكران زميلاتكم وبنفس الوقت تكون مايكروفيلمنت أو هير لايك. مين أوف موفمنت سيليا وسبيشيز واحد هو البلانتيديوم. المشكلة وين راح يكون؟ راح يكون ديزنتري. يعني شنو؟ يعني المفروض تميز بين بلانتيديال ديزنتري وأميبك ديزنتري، هذا الغرض من عتها. فهنا البلانتيديوم كولاي راح يتواجد بتو ستيجز تروفوزويد وسيستيك ستيج. التروفوزويد ايش راح يكون؟ باي نيوكليت. باي نيوكليت التروفوزويد راح تكون كدني لايك شيب ماكرو نيوكليوس. هالشكل كدني لايك شيب ماكرو او صوصة شيب ماكرو نيوكليوس. بالتقعر مالتها موجودة المايكرو نيوكليوس. اذر عنده سايتوستوم فومين يؤدي وظيفة التغذية وعنده سايتوبيت. During incestation ايش ينطي؟ Become ايضا نون موتايل راوند اب وينطيني هذا الباينيوكليت تروفوزويت.
ما راح يحتاج يدخل النيوكلير ديفيجن، هو نفسيته هذا التروف هو نفسيته يتكيس، فهنا راح يكون انفكتيف ستيج وهنا راح يكون دايجنوستيك ستيج، وايضا ممكن وياه السيس حتى لو ديزنتري. ليش؟ لان هنا ما عنده كبريسيس، مجرد تميزه بكل الاحوال باي نيوكليت، هي نواه صغيره ونواه اكبر منها موجوده بالتقعر، بحيث دائما ما تلاحظها. اللي جذبك اثناء التشخيص هو هذا الكدني لايك شيب او صوص شيب الماكرونيوكليوس، ويكون دبل وول السيس طبعا مقارنه بسيس اوف انذر سبيشيز. Route of transmission after ingestion أو fecal oral route after ingestion of contaminated food and water with what? With cyst اللي هو binucleate cyst. Yes, how can differentiate binucleate cyst بالستول سامبل؟ شو تقولون طلاب؟ هسه هذا عندنا intestinal species وباي نيوكليسيس وراح يكون دايجنوستيك ستيج، شو تقولون هاي شنو معنى هالاصابه ستول سامبل؟ من يجاوب؟ فبعد ما تتم الاصابه تاخذها فيكو اورال روت وذ كونتامينيتد فود اند ووتر. Existation يتم بالسمول انسستين with the help of enzyme وينطي هذا التروفوزويت، راح يتكاثر بالباينري ديفيجن. ايضا من يتكاثر over population of species be a change decrease of oxygen، وايضا يقلل غذاء، يتغير البي اتش يقلل اكسجين، راح يبدي يدخل عمليه انسستيشن. الجاي يصير هنا بالبلانتيديوم ايضا ألسر فورميشن، راح ينطي ديزنتري. شلون ينطي ديزنتري؟ باي بورينج اكشن. يعني شلون؟ يعني بالعاميه شلون ما نقول يعض، ياخذ مجموعه، ياخذ من النسيج 10 خلايا 100 خليه بثقبه واحده او بعضه واحده هالشكل. ليش؟ لان عنده هاي فتحه السايتوستوم. فهنا تكون الألسر بحالة البلانتيديوم كولاي أعرض، ويكون البلانتيديال ديزنتري أسرع من الأميبك ديزنتري. ليش؟ لأن هنا راح يشتغل باي بورينج أكشن، بينما الانتميبة هيستوليتيكا تشتغل باي إنزيم ريليز. يعني تفرز شنو؟ تفرز ميوسين لكتين أميبا بور وأند فاينالي شنو؟ بروتيز. بعدها تخلص من مجموعات السوبرفيشيال، الخلايا تنتقل للطبقات الأخرى من الأمعاء، وبهاي الطريقة تتكون الألسر. هنا لا، عنده بورنج أكشن مثل ما نقول بالعامي، شو ما نقول بثقبة واحدة بقضمة واحدة، ياخذ مجموعة من الخلايا وكون لك ألسر مباشرة. فهنا راح ينطي ديزنتري، سرعة بحركة الأمعاء راح تصير، أيضا ما يلحق يتكيس الباراسايت، فهو بداية تكيسه ما راح يحتاج هو نيوكلير ديفيجن، فعدد أكثر من التروفوزويتات كدايجنوستيك ستيج، ويرافق سيست أيضا كأيضا ممكن دايجنوستيك ستيج، بس التروف موجود والبلانتيديوم كولاي، تروفوزويت باي نيوكليات السيليا موجودة، هاي كمان كاركتر إله. وايضا حتى اميزه عن البلانتيديال او الاميبك ديزنتري. اذر الاميبك ديزنتري وجود البلاد فيزلز يساعده ينطيني اكسترا انتستينال انفكشن، يعني قلنا خراج بالليفر وانفولفنج اللانج والبرين. هنا ما عنده قدره البلانتيديال او البلانتيديوم كولاي ان يعبر وينطيني اصابه بالتوبكسايت، مقارنه بمن؟ مقارنة بالانتميبة هيستوليتيكا. يعني هاي كمقارنة أو كمبارزن بين بلانتيديال ديزنتري وأميبك ديزنتري، ولازم تنتبه يعني ماكو ميوكس ويا من ويا البلانتيديال ديزنتري. ليش؟ لأن يعني ما راح يفرز إنزيم، لا حتى وأن ظهر ميوكس فقليل، فهو مو مقارنة بالكمية الموجودة بحالة ال بحالة سوري الانتميبة هيستوليتيكا، يعني مينلي راح يكون بلادي مقارنة بالانتميبة هيستوليتيكا بلاد وميوكس.
هاي كمبارزن بين اميبك ديزنتري وبلانتيديوم ديزنتري. هالشكل لايف سايكل ايضا عيته افتر انجستشن باي فيكو اورال روت بالسمول انتستين راح يعطينا اكزستيشن هو اكيد سيس واحد باي نيوكليت راح يعطينا تروف واحد باي نيوكليت. هذا الباي نيوكليت تروف بالباينري ديفيجن راح يتكاثر كت يزيد عدده ويدخل مرحله الانسستيشن. هالشكل عنده قدره على البورنج اكشن فينطي السريشن الباراسايت فيؤدي الى زياده حركه الامعاء وبالتالي شنو ديزنتري سرعة قذف عند البيشنت. ممكن ألاحظ التروفوزويد كدايجنوستيك ستيج ممكن ألاحظ السيست أيضا كدايجنوستيك ستيج. فالإنفكتيف ستيج راح يكون البينيوكليس سيست والدايجنوستيك ستيج راح يكون بينيوكليس سيست ويا التروفوزويد سيليتيد سايتوسوم موجود والتروفو هنا يكون مو هيماتوفيغاس مثل الانتاميبازوليتيكا انجوف للار بي سي. يعني should be not this differentiation between انتاميبازوليتيكا and بلانتيديوم كولاي. ارجع لسؤالي عندك ستول سامبل وبيها باي نيوكليات سيست شو تقول هاي شنو ش عنده اصابه؟ دكتور بلانتيديوم ديزنتري باي نيوكليس سيست. هسه بلانتيديوم اوكي بس بلانتيديوم سؤال وجاك بالامتحان ستول سامبل وذ باي نيوكليس سيست ما انطيت ديسكريبشن للستول. ممكن انت مي بس سالك اي وبعد طلاب الاميبات مو كلها تطي باي نيوكليت جارد يلامبليا مو تطي الاماتشور ايضا باي نيوكليت فذن كلهن راح يتواجدن بالستول سامبل. يعني نقعد نفحص بها ونسوي ديفرنشيشن بين الباي نيوكليت سيست كلهن راح ينطن باي نيوكليت سيست الاماتشور بينما ايش راح تكون؟ تكون البلانتيديوم كولاي هو الماتشور مالته باي نيوكليت سيست بس ممكن ينطيك اياه بالديزنتري بس بعدد اقل. ليش؟ لان قلنا ما يمر بنيوكليير ديفيجن وهناك الانتاميبه هيستوليتيكا ممكن تنطيك الباينيوكليسيس قلنا ما راح يلحق يتكيس هذا الباراسايت ممكن تكون نون انفيزيف سترين من الانتاميبه ممكن تكون الاذر اميباي انتاميبا كولاي اندوليوماكس نانا هذا الاقصد بباينيوكليسيس. فشلون تميز بيناتهم؟ ترجع للمين كاركتر الكل باينيوكليسيس تقول هنا اميزه بلانتيديوم كولاي عنده ماكرو نيوكلياس كدني لايك شيب وعنده مايكرو نيوكلياس هي بالتقعر موجوده انتهى هذا بلانتيديوم كولاي. ترجع لاحظت سيست اخر سنترال كاريوسوم فهذا باينيوكليسيس مال انتاميبا سوليتيكا. لاحظت باينيوكليس سيست والسيست هذا اوفال وموجود اكسوستايل والنواتين كانن بولار فهاي جارد يا لامبليا. لاحظت باينيوكليس سيست والاندوسوم الريجولار واللارج منو هاي الاندوليماكس نانا وصغير السايز مالتها. لاحظت باينيوكليت واندوسوم يكون طرفي هاي باينيوكليت مال انتاميبا كولاي وهكذا. هذا الديفرنشيشن يتم. ليش احنا ناخذ المين كاركتر؟ فانت حاول تربط التشخيص حاول تربط بالمورفولوجي مالت الباراسايت هنا توصل للسوتابل ديتكشن. هالشكل هنا اثناء وجود التروفوزويد بالسمول انتستين اثناء وجوده باللومن with the help of cilia يتحرك اذر هالشكل وجود التروفوزويدات هذا تروفوزويد موجود هنا نلاحظ السيليا وهالشكل نلاحظ الكدني لايك شيء نيوكليوس هنا بتقعرها موجوده المايكرو نيوكليوس. Prevention by washing off vegetables. Prevent mastica by using insecticide. Well,
boiling of water أو تجنب المياه الملوثة، المواد الغذائية الملوثة، وأذر هنا host الهيومن directly للبلانتيديوم، بس أيضا ممكن يكون receiver وأيضا host اللي هو السوين أو البكس أو الخنازير. فهنا البيئة المتوفرة مثل الدول الأوروبية شبيهم يكون عندهم مزارع لتربية الخنازير أو البكس، فهنا تكون شنو؟ تكون ملوثة أو مصابة بالبلانتيديوم، وهذا الفيسز موجود راح يلوث المزرعة، يجي الهيومن يتغذى أيضا بنفس الوقت ياخذ بلانتيديوم كولاي، وتلاحظون عندهم إصابات بالبلانتيديوم كولاي. مو معناها احنا ممكن ما نتواجد او مو نقول هو اساسي بدورة الحياة، لا، شو بيتميز من نقول ريسيفر خازن او هوست اخر ممكن ايضا يعتبر مضيف لهذا الباراسايت، هذا السبيشيز، هذا الاقصد به. فممكن هذا الريسيفر او الهوست الاخر اللي يضيف الباراسايت، يعني شلون ما نقول يوفر لنفس الظروف، ممكن ينتج بأي وقت هذا الباراسايت ويكون يهدد الهيومن أن يصاب به، هالشكل ينتقل. مثل هنا عندهم البكس موجودة وملوثة، لوثت لهم الأغذية أو الخضروات، وبنفس الوقت جاي يتعاملون وياها، ممكن contaminated with cyst راح يسهل انتقالها. ايضا عندنا احنا وايلد بيكس الخنازير البريه هالشكل من تجي على المزارع تتغذى، فهنا من تتبرز شي يصير او تهاجم المزارع، من تتبرز راح تنطي اكياس، فهنا ويا الاريجيشن كانال قنوات ماء السقي راح تنشر هاي الاكياس بين الخضروات، من تنشرها بين الخضروات تكون مصدر غذائي للهيومن، ايضا ياخذ بلانتيديوم. فهنا نقول الـ should be washing للـ vegetables أو للـ prevent direct contact with pigs. ما عدنا احنا direct contact with pigs بس عدنا الـ contaminated vegetables، فبهاي الطريقة ممكن تصير عملية prevention للـ plantidium coli. هذا ما يخص الشيغاز ديزيز والبلانتيديال ديزنتري. وعندكم سؤال؟